مبادرة جديدة أقدم عليها البيت الثقافي في بابل بالتعاون مع أحد المولات من خلال تشكيل نادي بابل السينمائي الذي يضم مجموعة من الفنانين الشباب والمخرجين في مبادرة لتشجيع الفن السابع وإتاحة الفرصة لعرض الأفلام العراقية. تجربة نحاول من خلالها استقطاب يعني الطاقات السينمائية الشابة وأيضا تسليط الضوء على المنجز السينمائي العراقي. حفل الافتتاح شهد عرض مجموعة من الأفلام السينمائية العراقية بحضور عدد كبير من الجمهور والفنانين الرواد القادمين من العاصمة بغداد. مش ما طرح خواتك مثلنا يعني؟ لا خواتي ما مثله. كما قدمت فرقة مالتوس الأدائية هذا العرض المسرحي. ما بي حوار ما يحتاج. أخي لا تعاني الدي، أنا سنة ونص بالسينما، ما مخلي كتاب مقاريب السينما. القائمون على نادي بابل السينمائي قاموا بتكريم مجموعة من الفنانين الرواد لمنجزهم في الحياة الثقافية والفنية العراقية، فيما وجد المخرجون الشباب من تأسيس هذا النادي فرصة لعرض نتاجهم السينمائي. هذا النادي اللي صار هو راح يفتح لنا أبواب تعامل بغداد والمحافظات، إنه نقدر نعرض أفلامنا. ماكو سينما بغداد أوكي، بس نقدر نعرض أفلامنا في بالحلة. يرى الحاضرون أن على الإعلام مسؤولية تشجيع الجمهور على التقرب من الفنون من أجل دعم الشباب المبدعين، فيما قال آخرون أن هذه المبادرات غير كافية للنهوض بالفن بعد التدهور والخراب الكبير الذي لحق به. هاي المبادرة منها يعني ما تداوي جرح، هي صير عمل، يحتاج إلى عمل، مؤسسات ضخيم يعالجون ما صار بالنسبة للخلل في هذه الفنون حتى ينقعد البلد على السكة. نتمنى أن تساهم أجهزة الإعلام لكي تشجع المشاهدين على أن يشاهدوا هذا العطاء، لأنه مجرد أن تجي النخبة تشوف الأعمال هذا اللي عم يكفي. نادي بابل السينمائي تجربة جديدة تضاف إلى قائمة النشاطات الثقافية بهدف دعم السينمائيين الشباب. من مدينة الحلة ميثم الشباني، الحرة.